أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن عقد اجتماع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي في نسخته السابعة بالبحرين يأتي ضمن اهتمام المملكة لدعم العمل التشريعي وتقديم ما يضمن استمرار العمل البرلماني لتكوين ركيزة أساسية لزيادة أواصر التعاون وتحقيق أعلى درجات الانسجام والتوافق في كل عمل من شأنها يرسم النجاح في مجال العلاقات البرلمانية بين الدول العربية والإفريقية. كما عبر الصالح عن أمانيه أن تكون هذه الاستضافة عاملا حقيقيا للتعرف عن قرب على الوجه الحضاري والوضع الحقيقي في مملكة البحرين وبحث سبل التعاون في كافة المجالات. وأكد الصالح أهمية مثل هذه الزيارات التي يسعى مجلس الشورى لتعزيزها، وذلك للمساهمة على الصعيد الدولي بالتعريف بحقيقة الأوضاع في المملكة ولقاء المسؤولين في مختلف الأجهزة في السلطتين التنفيذية والتشريعية. وحول هذا الموضوع معنا على الهاتف سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة التحضيرية لأعمال المؤتمر. مساء الخير بداية سعادة الشيخ، ما الأهمية التي يمثلها عقد هذا المؤتمر؟ مساء النور. في الواقع المؤتمر السابع لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي ذو أهمية في الحقيقة بالنسبة لمملكة البحرين، وخاصة للروابط التي تربط العالم العربي بأفريقيا. والآن كما نعلم يعني الدول الأفريقية في الحقيقة تعتبر من الدول التي يعني لها موقع استراتيجي هام بالنسبه للدول العربيه، وهم في الحقيقه اخوه واشقاء. وهذا المؤتمر في الحقيقه يعني المؤتمر السابع يعتبر تعزيز لحركه الرابطه التي يعني تدعو الى توثيق العلاقات العربيه الافريقيه من خلال البرلمانات ومجالس الشيوخ والمجالس المماثلة. نعم سعادة الشيخ، هل هناك موضوعات معينة مدرجة على جدول أعمال المؤتمر؟ في الحقيقة يعني كل مؤتمر له موضوع مخصص. هناك في الحقيقة أوراق سوف تقدم في هذا المؤتمر، جميعها تصب في التنمية والاستثمارات طبعا المتبادلة بين الدول الأفريقية والدول العربية، وخاصة طبعا كما نعلم أن الموارد الطبيعية في أفريقيا موارد ضخمة جدا وغير مستقلة بشكل يعني كافي، وبالتالي هناك بالحقيقة تحرك عربي للاستثمارات في هذه الدول. ونعلم جميعا خاصة الدول العربية في أفريقيا مثل مصر والسودان والمغرب العربي وأكمله طبعا سواء كان المملكة المغربية أو الجزائر، هذه بالحقيقة يعني دول لديها الكثير من المجالات في الاستثمارات في الموارد الطبيعية. وبالتالي هذا هو الثيم الأساسي الآن، التنمية بين مختلف هذه الدول العربية والأفريقية. هل هناك توصيات سيخرج بها المؤتمر، وهل ستكون توصيات مرنة أم ملزمة؟ في الواقع المؤتمر السابق خرج بتوصية مهمة جدا بالنسبة للبحرين، فأدان المؤتمر السابق التدخلات البحرين الإيرانية في البحرين، وخاصة طبعا تلك التي حدثت في العام الماضي، ونتوقع أن تكون هناك أيضا مواقف عربية وأفريقية ضد هذه التدخلات الإيرانية التي ما زالت مستمرة. هذه من أهم أنا أعتقد بالنسبة لنا على النطاق السياسي. وهناك طبعا توصيات أخرى في للمزيد من التعاون بين الدول الأفريقية والعربية. الجانب السياسي أرجع له مرة ثانية، هو في الحقيقة جانب هام بالنسبة إلينا، خاصة أن الدول الأفريقية لديها ثقل على المستوى العالمي سواء من المؤسسات الدولية العالمية
او على المستوى الاقليمي. نعم وكل ما طبعا تعاني منه الدول الافريقيه من مشاكل واضطرابات، في الحقيقه ممكن ان نتعلم منها وناخذ الدرس ونتعاون لمكافحتها، وخاصه في قضايا مكافحه الارهاب. يعني الدول الافريقيه في الحقيقه الان كما نعلم معظمها تواجه مشكله الارهاب، وهناك في الحقيقه توصيات لمكافحه الارهاب. نعم، شكرا جزيلا لك سعادة الدكتور الشيخ خالد بن خليفة الخليفة، عضو مجلس الشورى، رئيس اللجنة التحضيرية.